السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن المواقع كويسة جدا لو انت عايز تشتغل فريلانسر او يعني تعمل شغل من البيت، شغل بالقطعة، موقع مستقل. ده موقع بالعربي، موقع كويسة. في مواقع كتيرة بتبقى تقعد اسبوع اسبوعين وتقف، ده بقاله فترة كويسة. فده موقع كويس وبالعربي، تقدر تعمل البروفايل بتاعك وتكتب مثلا انا بعرف برمجة، انا بعرف في التصميم، انا بعرف في الكتابة، وهتلاقي ناس كتيرة بتبدأ تتواصل معاك. ولو انت مثلا عندك شغلانة ومش عايز توظف حد دوام كامل، ممكن تخش في مستقل وتدور على الناس اللي ممكن يعملوا لك الشغلانة ديت. مثلا عايز تصمم موقع على الانترنت، فمش معقولة هتجيب واحد وتخليه متفرغ وليه مرتب شهري، لا، بتشوف واحد على يعني يصمم لك الموقع دوت ويتابع فترة من الفترات. فده موقع كويس جدا، تقدر تشترك فيه، تقدر تشوف الأقسام الموجودة، برمجة وتطوير وتصميم وأعمال تدريب. يعني ممكن تدي مثلا كورسات بالإنجليزي، تدي كورسات فيزياء، تدي كورسات رياضيات زي ما أنت عايز، تدي خدمات استشارية. فأنت بتعمل حساب وتكتب الخدمات اللي ممكن تقدمها وتلاقي الناس بتتواصل معاك إن شاء الله. دي من ضمن المواقع كويسة جدا الناس بتعتمد عليها في تحقيق ربح حقيقي من